راسموس بالودان هذا شخص دنمارك عمره 40 سنة. في صغره كان مرة متجع على درجته الهوائية إلى إحدى الأماكن فاصطدمت فيه سيارة وسقط على رأسه وأدخل المشفى وأجري له عملية جراحية في الدماغ. هذه العملية جعلته على الأغلب متخلف فأصبح على سبيل المثال يكره المهاجرين مع أنه في الأصل مهاجر نفسه يعني والده من السويد حتى أنه ذهب إلى السويد وطلب منهم أن يعطوها الجنسية كون أن أباه سويدي ولكنهم رفضوا الطلب في البداية لأسباب كثيرة أهمها أنه متخلف. على سبيل المثال في إحدى المرات خرج في مقابلة على قناة خاصة في الديسكورد يتحدث عن تخيلاته الجنسية العنيفة ضد قاصرات وكان الأمر بالصوت والصورة وفي إحدى المرات كان يقف عاريا في مطبخه ويتحدث وكان يطلب من الشباب مشاركته تجاربهم وقصصهم الجنسية إضافة إلى أمور كثيرة. مثلا اعتقل مرة في فرنسا وسجن لمدة شهر هناك ثم تم ترحيله إلى الدنمارك. شخص مثل هذا أين المفروض أن يكون مكانه؟ السجن أو مستشفى المجانين صحيح ولكن في الغرب أمثالها يصبحون قادة وسياسيين. فأسس هذا الشخص حزب سماه الخط المتشدد ضد المهاجرين والأقليات والمسلمين إلى آخره. وقبل أسبوع وفي رمضان وبالتحديد في يوم الجمعة قام هذا الشخص بدعوة مناصريه إلى إحدى الأماكن العامة في الدنمارك ووقف بينهم وألقى كلمة مما قال فيها: لا أعتقد أن على المرء أن يفعل أي شيء محترم عندما يتعلق الأمر بالإسلام. ثم قام بإحراق القرآن الكريم علنا أمام الكاميرات هناك وبحماية الشرطة. طبعا أغضب هذا الأمر المسلمون ليس الناس فقط بل الدول حتى. مثلا السعودية أعلنت استنكارها من هذه الاستفزازات والتحريض على المسلمين كما مصر أيضا التي قالت أنها عنصرية مقيتة تجرح مشاعر المسلمين ودول عربية كثيرة. هذا الفعل المنكر جعل المسلمون في الدنمارك ينتفضون لهذا الاعتداء على كتاب الله وبدأت هناك مظاهرات وحرق للأملاك العامة كما تشاهد. وهذه ليست المرة الأولى التي يستفز بها مشاعر المسلمين. مثلا في عام 2019 نشر تسجيل على قناته في اليوتيوب ووضع مصحف في لحم الخنزير. والحوادث كثيرة مثلا حادثة المجلة الفرنسية الساخرة عندما نشرت رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عندما نشر السياسي الهولندي هذا مقطع على حسابه يقول لا لرمضان لا للإسلام. قد تسأل نفسك لماذا يكره هذا الشخص ومن يشابهه المسلمين. ببساطة أيها الحبيب هم يفعلون هذه الأفعال لسببين: الأول يحتاجون شعبية فأغلب هم سياسيين وهذه الأفعال تجذب لهم أصوات المشابهين لهم وما أكثرهم في الغرب. مثلا هذا الشخص في انتخابات عام 2019 في الدنمارك حصل على نسبة 1.8% فقط من الأصوات يعني لم يستطع تأمين مقعد واحد حتى في البرلمان ولكن أعماله الاستفزازية التطرفية رفعت من شعبيته لدرجة أنك تسمع عنه الآن بغض النظر أنك ربما تلعنه الآن ولكنك تسمع عنه. السبب الثاني الذي يجعل الغرب يكره المسلمين هو أن شعوبهم وهم يعرفون جيدا أن الإسلام دين قوي جدا ويخافون منه في كينونتهم فهم يعرفون التاريخ جيدا. فنحن نملك ما لا يملكه الغرب وهو احترامنا الشديد لديننا وهذا بشهادة الغرب أنفسهم. If I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully. Because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Christians are so tolerant now. So you don't believe it. They have gay pastors that I'm not even anti-gay. But if the book says don't have, like, what do you believe in now? You're right, yeah. If you're tolerant of everything, you stand for nothing. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. It's not even about me believing in it. I respect them because they believe and they will defend. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. Mm-hmm. They refuse to be insulted. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them. الحمد لله على نعمة الإسلام يعني انظر للأمر من زاوية مختلفة. فلا يعتبر خطاب الكراهية والتحريض أبدا من حرية التعبير التي يتخفى خلفها الغرب. فنحن كمسلمين حتى لو خرج منا شخص الآن وقام بالسخرية من أي ديانة يعاقب بجريمة ازدراء الأديان فلا يسمح لنا ديننا أبدا بالعنصرية أو الكراهية. نحن أنفسنا لا يمكننا السماح بحرق القرآن الكريم في بيوتنا حتى. لنفترض أن رجلان تخاصما واحد منهما قام بحرق محل خصمه وفي المحل يوجد قرآن وصاحب المحل قام إخراج المواد المهمة إليه وترك القرآن داخل المحل يحترق مع أنه يمكنه حمل القرآن ولكنه تركه عمدا في الداخل حتى يحترق ويأخذ الذي حرق محله إثم حرق القرآن الكريم. هذه قصة حقيقية حدثت وأجمع العلماء في فتواها أنه لا يجوز فعل ذلك مهما كان القصد وبه إثم كبير جدا على من احترق محله وترك القرآن الكريم بداخله مع أنه يمكنه إخراجه. أيها الأحبة الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تتوقف خلال التاريخ. ابتداء من عصر النبوة تعرض النبي محمد صلى الله
عليه وسلم لإساءات كثيرة وتهم فاجرة، فاتهم بأنه ساحر ومفتري وكذاب والعياذ بالله. ولكن هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأحرق بيوت المسيئين وأظهر الغضب؟ لا طبعا. لذلك إذا أردت أن تكون مسلما مفكرا، بدل أن تغضب بطريقة تسيء إليك أكثر وتجعلهم يصلون إلى مبتغاهم وشعبيتهم من الإساءة إليك، يمكنك أن تأخذ حقك وتنتصر لنبيك وقرآنك بأفعال كثيرة، أقربها أن تتقرب إلى دينك أكثر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تأخذ حقك أيضا بمقاطعة اقتصادهم، فأقوى الحروب الآن هي الحروب الاقتصادية. شركة إيكيا مثلا بجانب الشركات التي تظهر على الشاشة، هذه أيضا شركات يمكنك مقاطعتها، وهذا الأمر يوجعهم أكثر ويجعلهم يحترمونك لأنك تمسك بمصالحهم. الوعي مهم جدا لكل فرد فينا. مثلا أيام مقاطعة المنتجات الفرنسية، اذهب وراجع التقارير الإحصائية التي بينت كمية خسارتهم، لدرجة أن رئيسهم خرج يستجدي المسلمين بأن لا يخلطوا حرية التعبير بالاقتصاد. فأريدك أن تدرك هذا الوعي في الدفاع عن حقك ودينك، وأن تشارك هذا الوعي أيضا مع من تحب. بمشاركة لك لهذا المقطع، فالقرآن محفوظ في قلوب المؤمنين. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.